حمام دافئ للمخ. دراسة جديدة مفادها أن النوم يساعد في إفراز سائل منظف يغسل المخ من السموم، يحمي من الإصابة بالخرف وبعض الأمراض الأخرى. فهل نحن نغسل أدمغتنا أثناء النوم حقا؟ هذه أول صورة تظهر للمجتمع العلمي على الإطلاق. عندما ننام تغسل موجات السائل النخاعي فوق الدماغ لإزالة الأفكار السلبية. جامعة بوسطن تنشر بحث جديد، وهو أن الإنسان أثناء النوم ليلا سيحدث له شيء مذهل داخل عقله، سوف تصمت خلاياه العصبية. بعد بضع ثوان سيتدفق الدم من رأسه، بعد ذلك سيتدفق سائل مائي يسمى السائل النخاعي ويغسل عبر دماغك بموجات إيقاعية نابضة. ويقول الباحثون نحن لا نعرف ما هي الروابط السببية لحدوث ذلك. هل هي عمليات ترابطية مرتبطة بأخرى تسببت ذلك؟ أم أن هناك قوة خفية تقودهم جميعا لهذا العمل؟ وأنت ماذا تعتقد؟